أسافها. إن الله يحب معالي الأمور خير أمة أخرجت للناس. ولعل سائلا أن يسأل: يا رب لم كتبت علينا الصيام؟ ما هي الغاية؟ وبعض النبيين على بعض. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأت آيات الصوم بها: إلا الصوم فإنه لي. قال اللهم عن أئمة الدين الأعلام أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين عز بهم الإسلام. صاحبنا امكانيه نبني وحده، لانه الان ما يسمحوا للمنطقه حاطين على احمد ورسام يعني حجي.